بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا كنت عايز اخد رأيكم، بس انا كنت عايز اربي بط تاني من جديد، بقالي فترة موقفة تربية البط، وشفت نوع البط ده. انا معرفش ايه البط ده ولا ايه نوعه، انا اول مرة اشوفه، بس شكله جميل جدا وعجبني ونفسي اجربه. الفيديو ده انا لقيته بره، يعني مش بيربوه عندنا اصلا هنا في مصر. دورت كتير على شكله، دورت على حاجة حتى شبهه، ما لقيتش إلا البط. في أنواع بط كتير زي الشرشير والبغال والحاجات دي كتير. هي حلوة يعني، ناس كتير اتكلمت عنها إنها حلوة، بس أنا حابة إن أجرب حاجة جديدة. قلت أسألك يعني أخد رأيك، لو حد يعرف النوع ده اسمه إيه تجيني، أو لو حد جربه، ولا ده مش موجود في مصر أصلا. ما شاء الله يعني شكله جميل، عجبني وزنه كانت تقيلة، يعني بيدي وزن حاجة. ما شاء الله شكل تربيته بس جميل جدا، وأنا كمان بحب تربية البط. مفيش حد تقريبا، ما في أي حد بيربي، لازم أي حد بيربي بيحب تربية البط، مفيش حد ما يحبهاش. جميل، وشكل المزرعة كمان هذا ما شاء الله، يعني تفتح النفس للتربية. ما شاء الله جميل جدا. هنا بقى نفسي أعرف اسمه ايه ولا نوعه ايه، ولا هو أصلا مش موجود في مصر النوع ده. مصر والله مش عارفة أجيبه منين، دورت كتير أوي عليه لكن مش لاقيها برضه، مش عارفة ايه. شكله جميل ازاي، يعني لما بسأل واحدة صاحبتي فبتهزر معايا، بتقول لي هو نفس البط بتاعنا بس شكلهم ما بيحمونوش. طب ازاي ده هو ده حاجة واللي بيربيه احنا حاجة تانية خالص، يعني ان شاء الله. بيتي البط جميلة، يعني صوت البط أساسا بيدفي، يعني تحس إنه بيحلم طول الليل وطول النهار، صوته ما بيسكتش، بيبقى ونس في البيوت. بس شكله غريب، إيه ده؟ ده كتاكيت عادية، دي مش كتاكيت بط تقريبا، دي كتاكيت عادية. ليش لو حد